كلا، قرار ماكرون صدمة للجميع حتى لأقرب المقربين منه، واتهم بأنه يقامر بالجمهورية ويسلمها لليمين المتطرف المنتشي من آخر استحقاق انتخابي أوروبي بنسبة تصل إلى ضعف ما حصلت عليه الماكرونية السياسية بعد 7 أعوام من الحكم. قرار حل ماكرون للجمعية الوطنية المؤلفة من مجلسي النواب والشيوخ ليس الأول في الجمهورية الخامسة، فقد سبقه إلى هذا القرار رؤساء سابقون حلوا الجمعية الوطنية 6 مرات. في عهد الرئيس شارل دوغول تم حل الجمعية الوطنية 2 مرات، الأولى عام 1962 حيث أدى حلها إلى انتخاب أغلبية صوتت لصالح الاقتراع المباشر لرئيس الجمهورية عبر الصندوق، أي أن المواطن ينتخب الرئيس مباشرة من خلال التصويت. أما الثانية فكانت عام 1968 حين حل الجنرال شارل دوغول البرلمان للخروج مما كان يعرف بأزمة مايو 68 التي قادها طلاب الجامعات وأطاحت بالجنرال لاحقاً. الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتيران استخدم بدوره المادة 12 من الدستور والتي أجازت له حل الجمعية الوطنية 2، الأولى عام 1981 حيث أدت الانتخابات التي جرت حينها إلى حصول الاشتراكيين على الأغلبية في البرلمان، وهذا ما أراده ميتيران ليحكم بأريحية. الثانية عام 1988 حيث حل ميتيران البرلمان من جديد للسماح بوصول غالبية اشتراكية إلى البرلمان، وهذا ما حصل بالفعل. عام 1995 فاز اليمين الديغولي بحكم فرنسا عن طريق مرشحه جاك شيراك. شيراك سار على خطى أسلافه وحل الجمعية الوطنية عام 1997، مما أدى إلى حدوث ما يعرف اصطلاحاً بالمساكنة السياسية، أي أن يكون الرئيس من حزب وأن يكون رئيس الوزراء من حزب آخر. خسر شيراك رهان الفوز بالانتخابات والحصول على أغلبية يمينية، وفاز اليسار حينها وعين شيراك الاشتراكي ليونيل جوسبان رئيساً للوزراء.